see a... إذ أنحازوا كل الانحياز حرية المواطنين في إبداء آرائهم. النظام اللي بيمارس التعذيب احنا ما بنتعاملوش أي مكان المسؤول. الداخلية زي ما هي، بلطجة الداخلية، عقيدتها لسه ما اتغيرتش في قتل المتظاهرين. وأقول بكلمات واضحة إن كرامة المصريين من كرامة مصر. سيدتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن هذا البيان الهام من رئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.